بخصوص ملف أدرج الملف بجلسة يومية وأخرى لجلسة 29/3 لكون السيدة ليلى للمرة مرة أخرى تقدمت بشهادة طبية صادرة عن مصحة بمدينة الرباط تقول بأنها تعاني من مرض هذا المرض اللي ما عرفناش وما كاينش الشهادة الطبية وهذا المرض هو اللي خلاها ما تحضرش الجلسة اليومية وبالتالي تنتمناو لها من هذه المنابر المحترمة ديالكم الشفاء العاجل والحضور لهذا الملف لوضع نقطة نهاية له لأن الملف ما بقى فيه شي حاجة كثيرة بقى فيه مجموعة ديال الأسئلة على أحد المطالبين بالحق المدني والشروع في مرافعات هيئات الدفاع لا الأطراف المشتكية ولا الأطراف المشتكى بها وبالتالي احنا خدينا نسخة من الشهادة الطبية اللي دلت بها اليوم تبين لنا بما لا يدع مجال للشك بأنها شهادة طبية فارغة من كل محتوى لأن الطبيب المعالج لم يذكر نوع المرض التي تعاني منه والذي بموجبه دخلت إلى هذه المصحة منذ 12/3/2021 ما عرفناش شحال غادي تجلس في هذه المصحة هذه شحال غتبقى فيها في فترة العلاج والنقاهة ما دايرينش تاريخ من إلى دايرين دخلت عندنا في 12/3/2021 والشواهد الطبية ما تتكونش بهذه الطريقة المفتوحة هنا تكون هذه الشهادة الطبية محط تساؤل ومحط استغراب من طرفنا احنا كهيئة الدفاع لأنه بركة الملف خدا حقه من تأخيرات أكثر من حقه من تأخيرات أكثر من سنة 14 شهر وملف جنحي تيتداول في المحكمة شوية صعيب خاص طبقا لمقتضيات المادة 20 من الدستور وكذلك مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية يجب على الهيئات القضائية في المادة الجنحية على الأقل أن تباشر هذه القضايا وأن تستصدر أحكامها في داخل أجل معقول هنا 14 شهر تبان بأنه كفى من تأخيرات ووصل حقيقة السيل الزوبة خصنا نشرعوا في المرافعات في هذه القضية ووضع نقطة نهاية لها إلى بان السيد الرئيس بأنه هذا المسلسل ديال التأخيرات غادي إلى ما لا نهاية في واحد الجلسة غادي يقرر بأن الملف جاهز بدون حضورها وبطبيعة الحال غتكون الخاسر الأول والأخير هي في الحقيقة لأنها خصها تحضر وخصها تسمع وخص يكون الملف الحكم حضوري بالنسبة لها باش تاخذ الإجراءات القانونية اللي من بعد استصدار هذا الحكم هذا وبالتالي ما أعتقد بأنه هذا الملف غادي يزيد يتأخر أكثر من هذه التأخيرات اللي دامت أكثر من 14 شهر.